لماذا يسمح الروس باستهداف وتحييد مطار دمشق، ولماذا لا يقوم النظام المقاوم والممانع كما يصفه البعض بالرد حتى الآن، يعني رغم هذه الضربة القوية والمفصلية؟ يعني كما قال الروس أكثر من مرة، هم يتفهمون التخوف الإسرائيلي الأمني بشكل من الأشكال، وبالتالي عندما جرى التفاهم بين الإسرائيليين والروس ومعهم أيضا رئيس الأمن القومي الأمريكي في عندما اجتمعوا في القدس منذ 3 سنوات أو أكثر، كان هذا الأساس الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي بين قوسين. وبالتالي اليوم ما زال الأمن الإسرائيلي هو الأهم بالنسبة للجميع، وكل ما تفعله إسرائيل تدعي أنها في سياق الحفاظ على أمنها الذي يتم تهديده في الجنوب. نحن شهدنا في خلال الفترة الماضية أن هناك انسحابات بالجنوب السوري لبعض الميليشيات أو للقوات الروسية مقابل أن إحلال ميليشيات إيرانية في هذه المنطقة، وبالتالي هناك كثافة في مجيء السلاح الإيراني باتجاه دمشق ولبنان أيضا. تعتقد إسرائيل أنه لابد من ضربه وإنهائه، وبالتالي تحجيم هذا الدور فيما لو كان سيتمدد أكثر وأكثر باتجاه الحدود، حدود فلسطين المحتلة. وبالتالي اليوم الصمت الروسي بالتأكيد هو من منطلق مصلحة روسيا أولا، وأيضا والحفاظ على مصالح إسرائيل في المنطقة. وأيضا هي تدرك روسيا أن هذا الضغط هو على الإيراني بشكل من الأشكال من أجل إنجاز توافقات غربية إسرائيلية في إطار النووي وتحقيق اتفاق النووي الذي يعني حتى الآن غير واضح المعالم إلى أين ومتى سيكون هذا التوافق والاتفاق. لكن هناك من يتنبأ بصيف ساخن أستاذ أحمد في المنطقة. يعني بالتأكيد هناك تنبؤات في هذا السياق، إلا أني أنا لا أعتقد أن هذا التنبؤ يعني جاد حقيقة لأسباب كثيرة، منها ما شهدناه اليوم من خلال المندوب الأمريكي الذي وصل إلى لبنان وتم الاجتماع به والتوافق مع من يدعون المقاومة الممانعة جماعة بري وأيضا حزب الله، والتوافق باتجاه خط جديد للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة الحدود البحرية اللبنانية، وبالتالي انسحبوا وتراجعوا عن كثير من المطالب السابقة. بمعنى آخر ليس هناك تصعيد من قبل حلف إيران في لبنان إن صح التعبير، بل هناك مهادنة، وهو ما سحب البساط من هذه المسألة وأدى إلى ردات فعل شعبية كبرى في لبنان اليوم في مواجهة ما يجري من مراجعات أو مهادنات ما. يعني لا أعتقد أن إيران اليوم من مصلحتها التصعيد أكثر، ولا أعتقد أنها بصدد حرب مع إسرائيل كما ادعت أو كما هددت إسرائيل، ليس هذا صحيحا على الأطلاق، وهي السياسة الإيرانية براغماتية بامتياز سواء كان في العراق أو في سوريا أو في لبنان، هي بالتأكيد تريد. لكن هل